يعاني قطاع غزة أزمة وقود خانقة بفعل منع الاحتلال إدخال إمدادات الوقود إلى القطاع ضمن إجراءاته العقابية وتشديد الحصار على مدينة غزة المحاصرة. هذه واحدة من محطات تعبئة الوقود تعرضت للقصف. يواجه الغزيون هنا في قطاع غزة مشاكل كبيرة بفعل نقص إمدادات الوقود، ولا سيما على صعيد المستشفيات وأيضا في الشوارع على صعيد المدنيين الذين لجأوا إلى بعض البدائل ومنها غاز الطهو أو ما تبقى من غاز الطهو، وذلك للتغلب على أزمة المواصلات. والبعض الآخر اختار زيت الطهو أيضا من أجل تعبئة سيارته والعمل في ظل ندرة السيارات هنا في قطاع غزة. أحمد غانم، غزة، الميادين.